بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. فن التفاوض هو القدرة على التواصل مع شخص أو أكثر للوصول إلى تسوية أو اتفاق معين. هذا هو التعريف العام لكلمة تفاوض، ولكن التفاوض ليس بالمسألة السهلة أو البسيطة، وليس من الضروري أن يكون التفاوض سياسياً أو دبلوماسياً فقط، بل من الممكن أنه نحتاج إلى التفاوض مع أفراد الأسرة أو مع الزملاء في العمل أو الجيران، أو التفاوض مع شركات وهيئات وجمعيات. وفي أي حال، التفاوض بحاجة إلى صبر وتصميم وإرادة للوصول إلى نتيجة إيجابية، وللتفاوض أصول وقواعد وأتيكيت أيضا. وأهم تلك القواعد هي الدخول إلى المفاوضات بإرادة حرة وجدية بالعمل ومعرفة شاملة بالملفات المطروحة. ولكن للأسف هناك بعض الأشخاص أو الجماعات أو حتى الدول بيتفاوضوا فقط لتحقيق انتصارات على المفاوض الآخر، وهذا خطأ كبير ويؤدي بنهاية الأمر إلى فشل ذريع للمفاوضات. من المعروف أن هناك 4 سيناريوهات هي نتيجة للمفاوضات. أول سيناريو، إما أن تربح أنت المفاوضات ويخسر المفاوض الآخر، وإما أن تخسر أنت ويربح هو، وإما أن تخسر أنت ويخسر هو. أما السيناريو الرابع والأخير هو إما أن تربح أنت ويربح هو أيضا، win-win situation. أنا أفضل السيناريو الأخير. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.